الخازوق من هو وأين عثر على الكتاب وماذا فعل به ولماذا فقط هو من عثر على الكتاب؟ الخازوق هو حفيد أحد أحكام قبيلة الوايات الحمراء، وهو الابن الأصغر من بين 3 أبناء بالترتيب من الأكبر قاطع، مفلس وخازوق. عندما قامت الحرب بين الجن والبشر مات معظم القبيلة والبعض لم يمت، فلم يكن بين هؤلاء الثلاثة إلا خازوق الذي نجا. كبر واشتد عظمه وأصبح يتاجر في السوق بما تعلمه من أبيه في صغره، حتى إذا بيوم وهو نائم أتاه شخص غريب ينادي بكاسر. كان شكله مخيف لدرجة من الممكن أن تموت من رؤية شكله. كاسر قام بلمس جسد خازوق وفزع خازوق من نومه وبدأ ينظر إليه مرتعبا. قال كاسر: أنا جن، كنت خادم وحارس لجدك، لك مني وصية، سأدلك على مكان ورث بدم جدك وكنز قبيلتك. ذهب خازوق خلف كاسر نحو الجبال الموجودة على أطراف المدينة، وفي وسط أحد تلك الجبال يوجد كهف عميق. تحت هذا الكهف توجد مدينة تسمى سام. هذه المدينة هي مكان مولد خازوق وموطن قبيلته. عندما قامت الحرب ذلك اليوم اختفت تحت الركام والحجار والتراب. دخلوا ذلك الكهف بمساعدة كاسر ونزلوا إلى المدينة، فوجد الجن قوم كاسر. هم من يسكنوها، كانوا يريدون تجديد دم الكتاب لأن الطريق الوحيد لإعادة روح المدينة. فأغووه بالكتاب السحري، وإنه سيبقى أقوى شخص في الأرض والأغنى. ثم تجدد الكتاب بدمه وأصبح هو الحاكم الجديد بعد الحرب العظيمة، وصار يردد: أنا الخازوق، أنا الخازوق، أنا الحاكم الأعظم، سوف أحكم البشر والجن، وأنا مالك هذه الأرض بدمي ودم أجدادي. وأصبح أي أرض تطوؤها رجله تصبح ملك له، وكان يأخذ الأغنى من مدن الأرض ويعطيها للجن، كانوا يخدمونه وكأنه بئر الأمان. بعد الحرب وبعد فترة وجيزة من الزمن أصبح هو الأغنى والأقوى، لديه جيش يكفي في زمننا لقيام حرب عالمية ويفوز بها ضد جميع المدن. كان متأكد أنه سيجعل الأرض تخضع لأمره، حتى وجد امرأة تسمى العايقة، شديدة الجمال، تخطف القلب وتذيبه كأنه شرب الخمر. كان يقول: من الذي أنزل القمر فينا؟ كان ينظر إلى عينيها ويسرح لدرجة أن يتذكر أنه يوجد مكان لم يذهب إليه فذهب، فهو لم يعلم بأنها جن وهي تدبيرة من تدابير الجن قائدهم كاسر لقتل خازوق للاستيلاء على الأرض. وبالرغم من كل الحرس الذين يحمونه وجيش الجن الذي يتبعونه بالحرب، إلا إنه كان ذكي، كان يعلم بأن كل شيء مدبر له كمكيد. كان متأكد أنه سيغدر به من الجن. إنه خازوق، اسم على مسمى. هل خازوق قتل أم هرب؟ وإذا هرب أين ذهب؟ وهل علم كاسر بكشف خازوق لتدبيره الدنيئة؟ سنعرف كل ذلك في البارت الثالث من الحبر السري. في صباح أحد الأيام استيقظ الخازوق فزعا من الحلم، يتصبصب دما كأنه خرج من حمام دماء. تفقد جيشه ونظر إلى كاسر وقال له: سوف أذهب إلى منزلي القديم لأتفقد شيئا وأرجع، وأنتم أحرس القرية. عاد خازوق إلى المنزل القديم وبدأ يتذكر الحلم المفزع. الحلم يفسر نفسه، رأى جده وأخبره بأنه إما قاتل أو مقتول، أما تنتصر أو تنهزم من كاسر وخبثه
ولا بد أن يدخل المقبرة الموجودة داخل مدينة سال. وهو في آخر ساعات اليوم في منزله القديم، أحس بخطوات تتحرك وتتجسس على المنزل. فدخل كاسر فجأة يريد قتله وسرقة الكتاب منه، وبعد نزاع طويل استطاع هزيمته وقتله بتعويذة موجودة في الكتاب. أصبح الصباح وبدل ملابسه وذهب إلى المدينة لكي لا أحد يحس عليه. أخذ يسأل عن كاسر ولكن لا جواب له على سؤاله، فسأل أحد الجنود عن مكان المقبرة الموجودة فيها جده. ماذا حدث في المقبرة؟ وهل قامت حرب أخرى بين الجن والبشر؟ انتظرونا في البارت الرابع والأخير الأسبوع القادم من الحبر السري.